اليوم الثاني للتخطيط المباشر ستيل لايف. طبعا هالمرة مو مثل قبل، جينا سوية واختارينا موضوع. المواضيع يوم عن يوم جاي تصعب، الله يستر من هالسيارة. صوفي جاب لنا شاي، وبعدنا الشاي القديم باقي هنا، والله ما في حيل شيء. عشت ايدك صوفي. هسه راح نبلش. وبعدنا مستمرين بالتخطيط بالورطة اللي تورطتنا اياها. والورطة اي الله يورطك ان شاء الله. واحلى شيء الورطة. تعال شاي نبرد. بردت نسيناها. الآن أخلص التخطيط وهسه راح نبدي تطلي. بديت هالموضوع، بديت هالورطة. احكي لنا عن معاناتك. هم بالتعليق راح اكتب لك اياها. ممنون منك. هل تشعر بما أشعر؟ جدا جدا جدا. شكرا شكرا. لا بعدنا باقين لنا هواية. دمرتنا السيارة قضيتنا. الله كريم. يسويها الحال. كل شيء يصير. بعدنا مستمرين. والسيارة قضيتنا. أنا اللوحة كلها ما طالت بيها، شقد ما طالت بالسيارة. أهم شيء السيارة. صوفي ما تحمل الوضع. شرد. عليكم السلام. لو الطلاب بعدنا ما مكملين. صوفي بعدها على التخفي. لا عارف دخلت. ايه قرت عينك. يوم لك. تسلمني. كان نخلص اخلص عفوا. اشتري زرزور. ها اشتري زرزور. اي راح اشتري زرزور واذبح زرزورين. زرزور زرزورين ثلاث زرزور. يلا نشوفكم فيديو ثاني. سيو.